زبادي بالفاكهة بعد الفطار عشان الحموضة، زبادي على السحور عشان ما عطش تاني يوم. جزء كده من ميزانية رمضان بتروح في الزبادي. وما ان احنا قبل كده عملنا طريقة تدميس الفول عشان نعمل كل حاجة في البيت، هقول لكم النهاردة ازاي ممكن نعمل الزبادي كمان في البيت من غير ما يبقى عندنا حلة الزبادي او مكنة الزبادي المعروفة. طريقة سهلة جدا. كيلو لبن مبستر او لبن بلدي عادي من اللبان، بس نغليه كويس. هنغليه ونحط عليه معلقتين زبادي كبار، وهنا هحتاج اشتري بس اول علبة زبادي. هدوبهم كويس قوي، اكون محضرة الكوبايات او البولات اللي انا هحط فيها الزبادي. في ناس بتحب تضيف سكر على اللبن بعد ما تدوب الزبادي، بس لا يفضل لانه بيضيف له سعرات حرارية. هكون قبل ما ابدأ طبعا في كل ده فتح الفرن ومسخناه وقافلة وسايبة النار مفتوحة. بعد ما دوبت الزبادي كويس جدا في اللبن، هبدا اصب اللبن اللي انا لبن بالزبادي جوه البولات او الكوبايات على الصينيه، وافتح الفرن وانا لسه فاتحه النار. ادخل الصينيه اقفل، اول ما ادخل الصينيه اقفل لازم اقفل النار على طول. في ناس بتحب تقفل قبل ما تحط الصينيه، بس عايزه اقول لكم ان ده بيحصل انه في تسريب هواء دافي بيدخل بداله هواء بارد، وده ممكن ياثر على قوام الزبادي. بالنسبه للناس اللي بتحب الزبادي خالي الدسم علشان بتعمل رجيم، هو نفس الطريقه، بس الفكره ان انا الاول هسخن اللبن واسيبه يبرد واشيل الوش بتاعه او القشطه اللي بتتكون على الوش ده، وبعد كده اعمل بنفس الطريقه. هسيب الزبادي قد ايه في الفرن؟ من 4 لـ6 ساعات، ده بيختلف حسب حراره الفرن. هتلاقيه تماسك هتطلعيه تسيبيه شويه وبعد كده تدخليه الثلاجه، وبالهنا والشفا.